اليوم كان الاستماع لنصر الزفزافي بداية الجلسة الأولى، تم الاستماع له، وطبعا الجلسة ولا الاستماع له دام أكثر من 5 ساعات. والحقيقة احنا كدفاع يعني كنحسوا ان وضع الاسبوع ديالو على المسائل المهمة في هذه المحاكمة، لان المحاكمة لا تتعلق بمجرد افعال جرمية، ولكن تتعلق بملف كبير يتعلق بملف الريف منذ ما قبل أو ما بعد الاستقلال، وهذا هو الإطار اللي تحدث فيه نصر الزفزافي بدقة، وعطى التفاصيل وعطى الأحداث وعطى التاريخ اللي مهم ومهم جدا في منطقة الريف لعدة اعتبارات ولعدة أسباب. وفي ضمن الكلمة اللي جا في الحديث ديال نصر هو أن ما تطرق له أو التحفظ اللي كان عند هيئة الإنصاف والمصالحة وعدم التطرق وقراءة تاريخ الريف قراءة صحيحة وسليمة وخلق مصالحة حقيقية مع المنطقة ما كانش، لأن فيها إحراج سياسي كبير للدولة، والدولة ما كانتش مقتنعة في ذاك المرحلة أنها فعلا تفتح الملفات الكبيرة المتعلقة بالريف. طبعا الاعتقال ديال الشباب اللي منحدرين من الحسيمة واللي تطرقوا لها في مجموعة ديال المداخلات ديالهم اللي من ضمنها ناصر كتوضع الأسبوع كما قلت على هذه المسألة هذه. اليوم كذلك من بين المسائل المهمة اللي تطرق لها نصر وهي نشر الفيديو وهو عاري، والفيديو اللي تصور في الفرقة الوطنية، ولكن للأسف النيابة العامة المهم كانت كتلعب في الجواب، لأن الجواب الدفاع لم يطالب ب المعاقبات هذوك المواقع اللي نشروا الفيديو، لا علاقة لنا بالمسائل ديال النشر، ومسائل النشر يحكمها قانون الصحافة وتحكمها إجراءات قانونية أخرى خارج الإطار اللي طالب به الدفاع، اللي هو فين وصل التحقيق اللي كيتعلق بنشر فيديو ناصر الزفزافي عاريا. كذلك المسألة الأخرى هي مسألة التعذيب اللي قال نصر الزفزافي، مسألة التعذيب مهمة جدا، لأن الرد ديال النيابة العامة قال لنا أن التعذيب الفرقة الوطنية تم عاملت نصر الزفزافي، وهذا التصريح ديالو معاملة حسنة، ولكن إلى طرحنا السؤال بالعكس، من اعتقل نصر الزفزافي؟ من أشرف على اعتقال نصر الزفزافي؟ لا أعتقد أنها أجهزة أخرى، بل هي الفرقة الوطنية، والفرقة الوطنية مسؤولة على أعمالها منذ إلقاء القبض إلى حين تقديم أمام الوكيل العام. مسألة ثانية هي إخفاء والوسائل والإثباتات اللي كتبت التعذيب. شنو كيتبت التعذيب؟ كيتبت التعذيب هي الملابس ديال نصر الزفزافي، السروال الأبيض والتيشيرت الوردي اللي كان لابسه واللي كانوا زولوه له في الفرقة الوطنية، وبواحد الطريقة ذكية جدا قالوا له أن أجي دوش وتبدل الحويجات ديالك، وعطوا له دراعية زرقاء اللي كان لبسها وبان فيها في فيديو آخر دراعية زرقاء، وقالوا له لبسها، وهذا ماشي حسن ضيافة ولا حسن استقبال، ولكن محاولة لإخفاء معالم جريمة التعذيب. كنتمنى مسألة أخرى هي أننا كنحسوا براسنا في هذه المحاكمة هذه لا نتمتع بنفس المساواة اللي تمتعت بها الضابطة القضائية واللي كيتمتع بها النيابة العامة، لأن هناك أشرطة فيديو، هناك شهود، هناك مجموعة من المسائل، لأن ما حدث في حراك الريف خذوا بعض أشرطة وداروا لها المونتاج، وكاين أشرطة أخرى اللي تثبت العكس، يمكن نفس الفيديو كتلقى فيه الجزء الأول وكتلقى الجزء الأخير لا يتلائم مع الجزء اللي في الوسط. نعرف أن هذه محاكمة ربما لن داخل أطوار القاعة، هي محاكمة شكلية، ولكن المحاكمات السياسية نعرف أن لا يتحكم فيها القانون، بل قرار أي قرار في هذا الملف هو قرار سياسي ويتعلق بمسؤولي البلد وبرئيس الدولة.